سلمت أمري إليك يا صاحب الملكوت. أنا سلمت أمري إليك يا صاحب الملكوت، يلي بفضلك حميت يونس في بطن الحوت، ونجيت النبي موسى من غرقه في التابوت، وأنقذت الحبيب محمد بنسج العنكبوت، وألهمت النبي عيسى بالنطق وهو مولود، ونجيت النبي يوسف في الجب لما أخواته رموه. سبحانك يا قادر لك الأمر والجبروت، أنا عبدك ضعيف بنجيك لا حيلة ولا جبروت، أنا طالب المغفرة قبل الوداع والموت، الدنيا دي فانية وفيها كل شيء حيموت، يا عبد كن قنعان وارضى بقليل القوت، ما تقولش بقى ده فلان عنده أراضي وبيوت، سلم أمورك إليه واجعل توكلك عليه، هو بحالنا خبير وحالنا لا يخفى عليه، الأمر كله إليه رب العزة والجبروت. أمري إليك يا ربي ورميت حمولي عليك، أمري إليك يا ربي ورميت حمولي عليك، يا خالعني ورازعني فوضت أمري إليك، أنت بحالي خبير وحالي أمري وحدك وفي ملكك مالكش شريك، عاصي أنا 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 عاصي أنا أنا ومذنب وعالباب عالباب 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 واقف بناديك ودمع الندم نازل على خدي بين اجيك، اغفر ذنوبي يا ربي وسامحني يوم ما لاقيك. كده يا بدر كده يا حبيبي، الدنيا يا عيني عالدنيا يا روحي عالدنيا يا عيني عالدنيا وهف على الدنيا، دنيا غرورة طلبها مغرور، يا عيني 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 على الدنيا، الدنيا تبقى حلوة لو في القلوب إخلاص، وتبقى ضلمة وعتمة لا وانت غل إخلاص، ونصيحة عايز أقولك في جاعي لأجل الناس، يا رايح انت يا رايح يا رايح يا اللي انت رايح الجامع
بيصلي صلاة بإخلاص، وانت كمان يا صايم رمضان صوم وبقى بإخلاص، مش تصلي وتكتب صلاتك يا حبيبي بسيرة الناس، مش تصوم وتسبح وتاكل حقوق الناس، أصل العبادة صفة مش أي حاجة يا ناس، ربك عليم يا أخي بظاهر وخاف الناس، يا ربي بالمصطفى وتبارك وصورة الناس، يا ربي وحياة حبيبك محمد تشفي قلوب الناس، طهر قلوبنا ونفوسنا يا إلهي واهدينا لفعل الخير واختم لنا بالخير عالتقوى والإخلاص. عجبي عجبي وعجبي عجبي على ناس في الدنيا طمعانين مهما الإله يطيب، على الدوام نكرين أحلى الطعام ياكلوه وبالفقرة مش حاسين، حتى فروض الإله تركوا جا وسابوا الدين، وكل ظالم له نجاية، ومن الله من الله هيروح فين، والدنيا فانية يا ناس قبل دامت لمين، وكله جاي من تراب وللتراب راجعين. الصاحب المخلص في الشدة يبقى معاك، الصاحب المخلص في الشدة يبقى معاك، لو قلت آه الآه برضو يقولها معاك، لو قلت آه برضو يقولها معاك، وضحي بما يملك وتكون حياته فداك، أما صاحب اللسان خاين مالوش أمان، حبينا ولا يوم ارتاحنا، حبينا ولا يوم ارتاحنا، والناس الأسيا ما عذرونا، احنا الغلابة المبالي، وقلبي قاسي لا يبالي، وحياة حبيبي طه الغالي، بنحب مهما يلمونا. شايل السماعة اكشف عليا بإشاعة، طبيب يا شايل السماعة اكشف عليا بإشاعة، وارحم عيوني الدماعة واكتب روشتة مضمونة. Yeah.
يا ما غيرك عاصي ودخل الساحة وتربى أصل الطريق تربية بربي اللي ما تربى ولو عاب الابن يبقى ما فيش أب له ربى يا عيني على اللي انجرح قلبه وعلى الدواش مستني يوم يفرح والفرح برضو ما جاش انا اللي جرحي ألمني وعزولي ما بدراش وتاكل اطباء في جرحي لا رباط نافع ولا شاش ولقيت دعوايا بنصيحة من عمي ما نسيتهاش قال كلمة الحق يقولها يا ابو حسن يا وحيد والكذب ما تقولهاش ولقمة الحلال كلها يا روحي والحرام ما تاكلهاش وعثرات الطريق شلها من السكة ما تسيبهاش اصل الطريق طاجر ما يحبش البكاش والساحة في جل ادب ما تحبش الميلين وطريق النبي السن ما يدخلوش غشاش يا داخل طريق النبي يا داخل يا داخل يا داخل يا داخل يا داخل يا ابن الطريق يا مريد اسمع هقول لك ايه لو عمك بيتكلم صوتك ما يعلى عليه اسمع كلامه بقى وافرز وحلل فيه واذا في يوم اخطا بينك وبينه لغيه واخلص لكل اخواتك والعهد اوفي وانضاء بك الحال روح للحسين وناديه واصبر على حالك واصبر على حالك والفرض يقوم قديه اصل الطريق مدرسة يا روحي واللي بيصبر فيه يلقى المدد جال والنور يهل عليه عجبي عليك يا زمن يلي مالكش عزيز وآه لما بتفرق ما بين حبيب وعزيز هو الزمن نصيحة مني بلقاك مع الدارس أكبر معلم دارس في مدرسة الحياة
زي الذهب، زينة وأدب ومتع، وخلق زي الرصاص ملهاش قيمة انضاع، وخلق زي النحاس لو تحرقه بينطاح، وناس قلوبها حديد عايشة على الأطماع، ما يهمهاش الفقير لو يوم عطش أو جاع، والمعدن الحر داري عليك الريح، أما الرصاص والصفيح بحبان تراب ينباع. يا مفتري على العباد يا ظالم صح النوم، مهما الإله أمهلك لابد جايلك يوم. محكمة إلهية والقاضي واحد قيوم، وكل عملك يا روحي تلقاه مكتوب بالتاريخ واليوم. ياللي انت داير بتسلم حاسب، استنى حاسب ما تحاسب، يا عيني حاسب، يا روحي حاسب، يا وانا حاسب، يا حبيبي ساعة حساب جاية، ويومها يا ويل الظالم لا يرضى على جنة.